كابتن بلال ألف مبروك، مكبرة علي ماهر لقنته درسا قاسيا لن ينساه. الله يبارك فيك كابتن ايمن مبروك طبعا للنادي الاهلي اداء ونتيجه، يعني اداء قبل نتيجه طبيعي. كره القدم الفلسفه فيها ممكن توديك في حته ثانيه انت بعيد عنها تمام، وخصوصا انك بتلاعب خد بالك نادي الاهلي وفريق كبير. هو من الطبيعي ما تبقاش متفلسف في كره القدم تمام، ده لان كره القدم ليها منطق تمام، ليها منطق واضح. ليه ليها منطق واضح؟ لان خلاص احنا على مدار السنوات كلها كل يعني اكيد اكتسبنا خبرات، اكيد اتعلمنا، اكيد عرفنا، شفنا، درسنا تمام. انت اولا المنطقيه بتقول ان النادي الاهلي هو الاجهز من نادي المصري، فبالتالي طالما انت اجهز من النادي المصري خد بالك بدنيا وفنيا، لان انت لعبت مباراه رسميه قويه جدا 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 وصاد مباراه او احتكاك ودي، فبالتالي الكفه الارجح هي كفه النادي الاهلي، المنطقيه بتقول كده. تاني حاجة الشوط الأول كان بيلعب دفاع محكم تمام، وبيحاول إن هو يعمل تطور في الهجمات بتاعته، ما قدرش يوصل تقريبا لمرمى النادي الأهلي يعني ولا هجمة حقيقية قدر يوصل بيها لمرمى النادي الأهلي. فبالتالي مش من المنطق لما تبقى أنت مطرود ومغلوب 1-0 إنك تلعب جيم مفتوح، موضوع صعب جدا جدا، مغامرة غير محسوبة على الإطلاق من علي ماهر، مدرب كويس، ولكن خد بالك انت في بعض من الاوقات لازم تبقى دارس الموقف اللي انت بتشتغل اللي انت فيه، لازم تبقى فاهم انا بعمل ايه، بغير ازاي، بلعب بأنهي شكل، بلعب بأنهي طريقه. بص المدرب بشكل عام، اي مدرب يا كابتن ايمن تمام، بيقرا الفرقه اللي قدامه وعارف امكانيات فرقته وبيحط تاكتكس تمام وبيشتغل عليه، ده المدرب العادي، اي مدرب في العالم كده. لكن المدرب الذكي، المدرب المفترض مختلف، ده لما تحصل طوارئ اثناء الجيم هو اللي ابتدي يفكر عشان يعمل التعديلات بتاعته. عشان كده احنا ليه دايما بنقول ده متميز وده مش متميز، لان ده بيقرا الجيم بسرعه اثناء الجيم، ابتدي يعمل تغييرات، سواء تغييرات داخليه او تغييرات لعيب او تغيير في الطريقه نفسها. فمن هنا بنقول ده لا ده الراجل ده راجل متميز. متميز ليه؟ لانه ادرك بسرعه تمام الجيم ماشي ازاي، التحولات بتاعته ماشيه ازاي، فرقته عامله ايه النهارده، الفرقه الثانيه ماشيه ازاي، النقاط الضعف اللي موجوده عنده بيعالجها ازاي، نقاط القوه اللي موجوده عند الفرقه الثانيه ازاي بيقدر ان هو يحاول ان هو يمنحها بقدر الامكان.